إلى درنا وإلى درنا والانفجارات التي شهدتها مساء أمس. معنا عبر الهاتف من هناك السيد عبد الباسط بوذهب، الناطق الرسمي باسم شبكة مؤسسات المجتمع المدني. سيد بوذهب، مساء الخير. مساء سعيد سيد محمد. سيد بوذهب، يعني بداية، كيف تقيم الوضع الأمني الآن في المدينة بعد انفجارات ليلة البارحة؟ الوضع الأمني متردي جدا في هذه المدينة، وليس بالجديد على مدينة درنا أنها تنام على التفجيرات وتصبح على الاغتيالات. هذا ما كنا نؤكده للحكومة وللمشاهدين في والجميع الليبيين في مدينة درنا. لا يوجد فيها مؤسسات الدولة في مدينة درنا، لا توجد على الإطلاق. أكدنا ذلك مرارا وتكرارا من خلال الإذاعات والقنوات، هو قناتكم الموقرة وجميع القنوات الرسمية. نحن الآن بصدد تفعيل القضاء في هذه المدينة، وهو الفيصل في حلحلة المواضيع وخاصة التشكيلات المسلحة. هناك بعض منها يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وأكد المؤتمر الوطني ذلك في بيانه. نريد أفعالا لا نريد أقوال. نحن لدينا وفد موجود في مدينة طرابلس لوضع اللمسات والنقاط الحقيقية لتفعيل القضاء ونفي كل ما يختلف مع الشريعة الإسلامية، حتى نكون صادقين أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثم صادقين مع أنفسنا ومع أهلنا، ثم نقطع خط الرجعة على كل من يتشدق بهذا العذر والذي اتخذه حتى بعض الخارجين والفارين من السجون عذرا لهم ليحققوا به ارادتهم ومطالبهم. المؤتمر اصدر بيانه، الحكومه اصدرت بيان بتشكيل لجنه لحمايه درنا وقرارا باسم حاكم عسكري مدينه درنا. نعم. هذه تريد اليات. نعم سيد محمد. نعم نعم أسمعك. نعم أسمعك أكمل. هذه تريد آليات يا سيد محمد. نعم. الآليات هو أولا أن نعمل على تفعيل المحكمة في مدينة درنا بالضوابط الشرعية، ودرنا سباقة، وسنكون إن شاء الله بإذن الله سباقين بتفعيل طيب. المحاكم التي لا تختلف مع الشريعة الإسلامية. طيب. من هنا نقطع خط الرجعة، نبدأ بشبابنا، ندخل الشرطة في هذه المدينة، ندخل الجيش في هذه المدينة على محاكم شرعية، وسنحاكم كل من أجرم في مدينة درنا ويتكلم باسم الشريعة وهو بريء طيب. منه، وهو الشريعة منه براء. طيب سيد مذهب، يعني عذرا نريد أقوال، نريد أفعالا لا نريد أقوال. على الحكومة أن تساعدنا، أهلنا في مدينة درنا عليهم أن يساعدوننا، الأهالي والعائلات والقبائل. الحكومة نعرف أنها ضعيفة. المؤتمر أن يقطع خط رجع الناس الذين امتلكوا الأموال وامتلكوا البلاد بأموالهم. نحن نريد دعم للجيش، دعم للشرطة، قضاء على المحكمة، قضاء على بالمستوى المطلوب على شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب سيد بوذهاب، يعني تحدثت بأن المدينة تنام على وقع التفجيرات وتصبح على الاغتيالات، يعني من تتهمون بالوقوف وراء هذه التفجيرات والاغتيالات التي تحدث في المدينة؟ درنا لا يوجد فيها مؤسسة من مؤسسة الدولة حتى تكون لها تقصي حقائق والبحث الجنائي والمتخصصين حتى يعرفوا من وراء هؤلاء ويتم القبض عليهم. ليست هناك جهة معينة تصرح بذلك أنها مسؤولة، ولكن غياب الأمن فيها أصبح القاصي والداني يعرف أن مدينة درنا تصبح على كما قلت لك تنام على التفجيرات وتصبح على الاغتيالات. نحن الآن طيب سيد بوذهاب، يعني من هو هذا الجسم؟ لكن سيد بوذهاب، يعني من هو هذا الجسم الذي يسعى لإقصاء المحاكم والشرطة والجيش من المدينة؟ نحن شكلنا جزء من شبكة مؤسسات المجتمع المدني، وأنا أمثلهم حاليا. أنا لا 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 أوجد في مدينة درنا. نعم. وبعض من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأعيان وعضو من المجلس المحلي، ولدينا مساعدة من أعضاء المؤتمر الوطني والمنتمين لمدينة درنا في إيجاد الحلول الفعلية وليست بالأقوال، الحلول الفعلية إيجاد فرص
الجيش والشرطة تحت منهم قضاء متواجد ينفي كل ما يخالف الشريعة حتى نكون سباقين في الخير في هذه المدينة. طيب، ولكن لم تجبني سيد بوذهب، يعني من هي الجهة التي لا ترغب في وجود جهازي الجيش والشرطة وأيضا القضاء في درنا باختصار إذا سمحت؟ لا توجد جهة بعينها، ولكن هناك شباب، ليست جهة معينة، ولكن شباب من مدينة درنا يريدون تفعيل القضاء في مدينة درنا على الطريقة أو على الشريعة الإسلامية. طيب، مع أنك لم تجب عن سؤالي، ولكن طيب يعني برأيك يعني ما الذي يمنع الحاكم العسكري للمدينة من استخدام كل الوسائل المتاحة لديكم لضبط الأمن؟ بما أن المدينة عين لها حاكم عسكري. المدينة عين لها حاكم عسكري، ولكن على العقل أن يسبق القوة. إذا سبقت القوة العقل ستكون هناك دماء، ونعرف أنها ستكون هناك دماء، وجميع الذين عليهم أن يقضوا مع مدينة درنا في أن يجدوا لها الحلول السلمية قبل القوة. ونحن مع الحاكم العسكري، ونحن مع الشرطة ومع الجيش ومع الحرس البلدي الذي تم تفجير مقرهم اليوم، ولكن بعقل. نحن نريد أولا أن نفعل المحكمة، ثم نأتي بأناس يديرون العمل العسكري في المدينة ويقبضون على كل من خارج على هذه القوانين التي نعرف أنها لا تختلف مع شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن سيد بوذهب، يعني تفعيل المحكمة يحتاج إلى أجهزة تنفيذية، كيف ستفعل هذه المحكمة وكيف سيفعل القضاء طالما أنكم لا تمتلكون هذه الأجهزة التنفيذية؟ أليس هذا سؤال يطرح نفسه؟ هذا حقيقة، ولكن يجب أن لا نتجاهلها، أن لا توجد أجهزة تنفيذية. نحن كأهالي مدينة درنا وبعض من الشباب الغيرون كانوا في الجبهات، عليهم أن يقفوا الآن مع الجيش والشرطة ويفعلوا ذلك حتى نستطيع أن ننهض بإجراءات فعلية تنفيذية. الأجهزة أو القضاء لا يستطيع أن يحكم إلا وإن كان القضاء مستقرا في وضع مستقر. الوضع غير مستقر في مدينة درنا، وعلى الجميع أن يقف سواء كانوا من القبائل أو من الأعيان أو من المجلس أو من مؤسسة المجتمع المدني والشباب الغيورين على هذه المدينة، وأنتم تعرفونهم الذين هبوا ودافعوا عن جميع التراب الليبي. نعم. على المجتمع الليبي الآن أن يقف جميعا وفي صف واحد في مدينة درنا لإحلال الأمن فيها، ومن خلال دعم للجيش والشرطة، ولكن تسبقه إجراءات نحكم بها الدماء مثل تفعيل المحكمة وبقرارات صادقة وواقعية من الحكومة تطمن الشارع الدرناوي أن القضاء سيكون على أحسن حال. نعم، إذا السيد عبد الباسط أبو ذهب الناطق الرسمي باسم شبكة مؤسسات المجتمع المدني في درنا حدثتنا من طرابلس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.